السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم التشكيلة المتوقعة بقوة المنتخب الوطني الجزائري لمواجهة رأس الأخضر يوم الخميس القادم بقسنطينة. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. إذن بدأت العناصر الوطنية في التدريبات الجماعية، وهذا للتحضير لمباراة الرأس الأخضر والتي ستجرى بملعب قسنطينة يوم الخميس القادم. وسيعتمد الكوتش جمال بلماضي في هذه المواجهة بنسبة كبيرة على اللاعبين الجدد واللاعبين الذين لم يأخذوا فرصتهم الكاملة في التربصات الماضية. والآن لنعرض عليكم التشكيلة المتوقعة. في حراسة المرمى مصطفى زغبة، أما في الدفاع على الجهة اليمنى كيفن جيتون، وعلى الجهة اليسرى أحمد طوبة، وفي وسط الدفاع محمد أمين توغايا بالإضافة إلى عصام مانديا. في وسط الميدان هشام بوداوية وعبد القهار قادري وحسام عوار. أما في خط الهجوم على الجهة اليمنى نجد بدر الدين بوعنانية، وعلى الجهة اليسرى أمين جويريا الوافد الجديد، وكرأس حربة محمد أمين عمورة. وأنتم مشاهدينا الكرام شاركونا الآن بتعليقاتكم أسفل الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.